الاتحاد في جدة الأستاذ حمد الصنيع. مساء الخير أبو حنين. متشالك بالخير وعلى الضيف الكريم وعلى كل المشاهدين خلف الشاشة اللي انتظرنا إن شاء الله عودتها بقوة إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله عودة خير إن شاء الله بإذن واحد أحد. أكيد القنوات الرياضية بدون الأندية ورؤسائها والمتواجدين فيها يعني ما يقدرون يقدمون شيء، فبالتأكيد ينتظرون تعاونكم معهم. وش حاب تقول بهالمناسبة؟ أول حاجة يعني بكل أمانة أنا أعتقد العمل الرياضي والحراك الرياضي الكبير اللي تشهد الرياضة السعودية بكل تأكيد لا يمكن أن يكتمل إلا بالناحية الإعلامية اللي هو أحد عوامل أساس النجاح والعمل في الحركة الرياضية. بكل تأكيد القنوات الرياضية السعودية حتكون واحد من أهم الدعائم والأسس اللي تساعد على الانطلاق وعلى التغيير وعلى نجاح الحراك هذا بإذن واحد أحد. نبارك على أنفسنا إن شاء الله بإذن الله الاهتمام الكبير، وإن شاء الله بإذن الله نشوف إن شاء الله دورينا في قنواتنا مع شبابنا السعوديين إن شاء الله بإذن الله. نعم. هذا شيء يفرحنا بكل تأكيد، وهذا واجب علينا أن نتعاون معاكم، ترى ما هو أبدا لا منا ولا أي حاجة، وإذا كان في قصور مننا سامحونا، لكن بكل تأكيد إن شاء الله ما حنقصر أبدا، لأنه هذا واجبنا. نجاحكم هو نجاح لنا وكل شخص رياضي في الوطن إن شاء الله. أكيد المراسلين قاعد يسمعونك الحين، ويا ويلك يا حمد بكرة عندكم مباراة عند غرفة الملابس ينتظرونك. خليني أسألك على الاتحاد، طالما أنا سألت بقية الرؤساء عن وضع الاتحاد، أكيد أنت في وضع أفضل بكثير من السابق، الآن واصل نصف نهائي وكذا المزاج عالي واللاعبين في نفسية عالية ما شاء الله، طبعا تبارك الله، تشعر بأن هذه ربما تكون بداية انطلاقة للموسم القادم، ولا ما تبغى ترفع سقف الطموحات عند الجمهور وتقول ترى ما زلنا احنا نعاني يعني شويه نتعب؟ يمكن شوف من بدايه تكليفنا في المهمه، يمكن خليني اقول لك يمكن كان الحضور الجماهيري قليل جدا في البدايات. الوضع يمكن كان ما هو مرضي لمحب الاتحاد. اليوم الحمد لله انتم بتشوف المباريات الاخيره والحضور الجماهيري، هتاف جماهير الاتحاديه يؤكد رضاها على العمل وعلى ان شاء الله باذن الله خطوات انه الاتحاد راجع في الطريق الصحيح. ابدا ما وصلنا لاهدافنا، ابدا ما حد توقف. يعني سعدت كثيرا صراحه برغبه الاستاذ نواف المقيرن، ويعني قبوله ان شاء الله باذن الله يكون موجود خلال الفتره القادمه. الرجل طموحه كبير، طموحه يعني الاتحاد طموحه يليق بالاتحاد خلال الفتره القادمه. انا اعتقد ان شاء الله باذن الله مستقبل الاتحاد مستقبل خير، مستقبل عودة مضيئة، عودة للواجهة السعودية إن شاء الله بإذن واحد أحد. وإذا كان في قصور مننا خلال الفترة هذه إن شاء الله الفترات القادمة يتعدل. في النهاية إحنا بشر نعمل ونخطئ، لكن بكل تأكيد عندنا العزم والإصرار والطموح إنه نحسن من كل أخطائنا ومن كل الأخطاء الموجودة من خلال التجارب السابقة. هذا يعني أنكم أبو حنين عندكم الآن أي قرار تبغى تتخذه، قرار استراتيجي في بقاء مدرب ولا لاعب، أكيد بالتشاور مع الإدارة الجاية، وأنت طبعا واحد منهم يعني. يعني ذوقيا وأدبيا ومهنيا بكل تأكيد يعني لازم تكون استشارة مدودة. أنا اليوم أملك كل الصلاحيات، لكن الأدبيات والاحترافية العمل بكل تأكيد يجب أن تشرك الشخص المسؤول خلال الفترة القادمة. الأستاذ نواف بكل تأكيد مهتم وحريص وعنده خطة عمل إن شاء الله بإذن الله اللي سمعتها منه وحيعمل عليها، وإن شاء الله بإذن الله نقدر نساعده فيها. حنقدم كل ما لدينا في النهاية، اللي يهمنا سواء كنا موجودين أو غير موجودين يهمنا بكل تأكيد عودة الاتحاد لمكانه الطبيعي، وعودته ان شاء الله باذن الله واحد من اهم واكبر انديه الوطن وواجهه في القاره الاسيويه باذن الله. شكرا لك ابو حنين، يعطيك العافيه. شكرا لتواجدك معنا الاستاذ حمد الصنيع رئيس نادي